شوفي الأسبوع الماضي شفت مهند هو طالع من المقصف، وسيارتك كمان كانت هناك. أي مقصف يلي عند البيت؟ إيه؟ يمكن، أنا بروح لهنيك دائماً، المحل حلو. طالما شفتيني ليش ما إجيتي؟ كنت رايحة على النادي، ما حبيت وقف. كنت رايحة أفطر هنيك وشفت مهند بالصدفة عم يشرب قهوة. المحل حلو، شو رأيك نروح نشرب قهوة؟ منروح. تفضلي. إن شاء الله ما أكون ضايقتك، ممكن أدخل؟ طبعاً، تفضلي. مليت وأنا لحالي، ولميس خانو ما بينشبع من حديثة أبداً. قلت لحالي بيجي وبحكي معك شوي، ممكن شوفها؟ طبعاً. كتير حلوة، عم تشغل حالك بشي مفيد. وأنا عم أقول لو في شي شغلة عبي وقت فراغي فيها، بس لحد اليوم ما طلع بإيدي ولا شي. ما عندي مهارة بهالمجال بنوب. شو بتحبي ضيفك؟ يسلموا إيديك. قبل شوي شربت شاي مع لميس خانو، وبعدين راحت تتمشى، وتركتني لحالي. هالإنسانة غريبة. لميس خانو محترم كتير. ايه طبعاً، أنا بعرف هالشي لأنه هي يلي عم تدير أمور البيت. شغلة صعب، الله يكون بعونها. حاملة مسؤولية البيت عكتافها. برأيي إنه حاجتها، لأنه الأولاد كبروا، يعني صار لازم إنه لميس تترك هالبيت. لا تتطلع فيني هيك، هذا مو بس رأيي أنا، وسمر كمان هيك عم تفكر. بس سمر ما قالت لي إنه في عندها هيك مشكلة بنوب، ولا حتى حسستني. أنت عم تحكي وكأنك ما بتعرفها لسمر، لأنه هي مالا من النوع يلي بيتطلب. مطالبها ما بتقولهم بصراحة، بتحب يشوف ويفهم صاحب العلاقة. نحن على طول صريحين مع بعض يا فيروز خانم. ممكن تكونوا صريحين بأمور تانية، بس هيك مواضيع كتير تقيلة على بنت مثل سمر. أنا ما عم بفهم بالضبط شو اللي بدك تقوليه.
يعني أبسط شغلة، قالت لك إنه حابة تغير سيارتها شي مرة؟ لما اشتريت سيارة لمهند، قالت لك اشتري لي سيارة أنا كمان؟ معقول أنا زوجة عدنان بيك وأركب هيك سيارة؟ ما قالت لك. اوعك تفهمني غلط، وهي ما قالت لي كمان، بس أنا بعرف لأني أمها، وبحب إنه بنتي تكون مبسوطة كتير بحياتها. سمر زوجتي، نحن مو بس متقاسمين الحياة، إمكانياتنا كمان متقاسمينها. تعرفي هالشي؟ طبعاً، وهالشي كتير بيسعدني. إذا بتتذكر يوم حكينا بموضوع عرض زواجكن، لما حكيت معي وقلت لي إنك رح تعيشها لبنتي أحسن عيشة. طبعاً، بتذكر. منيح. وإذا شي يوم تنسى أنا رح أذكرك، لا تخاف. لو سمعت سمر مزحي هذا كانت عصبت علي. أنا حكيت كتير اليوم، رح أقوم بلا ما أعطلك عن شغلك. خاطرك. مع السلامة. Mm-hmm.